هو الى تبعنا هذا لوجيك هذا المنطق اللي جاب هذا المشروع قانون الماليه رجاب المنطق ديال تفقير الفقير واغناء الغني. إذن كيف ما شفتوا بأن هنا معظم المهن الحرة يعني التأمت أمام البرلمان لوقفة احتجاجية، وذلك يعني وذلك لأن كل مهنة لديها مطالبها الخاصة بالنسبة لمشروع قانون المالية 2023. أنا سأتكلم بدوري كممثل على مهنة الصيدلة، لدينا مطلب واحد ألا وهو الرفع من الضريبة على الشركات من 10% ل 20% بالنسبة للصيدليات التي لا تجاوز الربح الصافي السنوي ديالها 300,000 درهم، في حين انه الصيدليات اللي كتحقق ارباح كبيره سيتم الخفض من الضريبه على على الشركات من 30% الى 20%، وهذا ما نجده غير معقول، لانه سنضرب بالضعف الصيدليات التي هي في وضعيه هشاشه، يعني وسنخفض من الضريبه بالنسبه للصيدليات اللي هي في وضعيه مريحه اقتصاديا. ما سيدفع بالصيدليات الصغيرة إلى الإفلاس، وبالتالي يعني سيحرم المواطن من تقريب الدواء إليه، لا بالنسبة للبوادي ولا بالنسبة للمناطق النائية أو لا بالنسبة للمدن. هذا ما نجده غير معقول، ولهذه الأسباب نحن اليوم يعني نطالب بتصحيح الوضع من طرف السادة النواب البرلمانيين ومن طرف الحكومة. أنا متواجد أمام قبة البرلمان أولا مع الأطباء، ثانيا مع أطباء الأشعة، لأن الظروف اللي تنعيشها هي ظروف اللي خيبة، لأنها تصدى واحد التساؤلات اللي هي عميقة جدا. وإحنا هذه الوقفة هي يد ممدودة للسلطات للمسؤولين لفتح الحوار، لأن الهدف الأول أولا هو المريض، الهدف الثاني والأول تبقى هو الولوج إلى الصحة. إحنا دائما القطاع وقطاع الأشعة بالخصوص هو إطار واحد القطاع اللي بين أننا ناس مواطنين. On a fait des investissements qui sont énormes. On a investi d'abord en notre temps, on a investi dans notre formation et on a investi dans les structures. À partir de là, je pense que les responsables doivent être conscients de l'effort citoyen qu'on a fait. Et nous sommes dans une logique de concertation, aucunement dans une logique de confrontation. Le Parlement a tout واحد شعار واحد ان روبير. اذا التواجد ديالنا هنايا يد ممدوده اولا للمسؤولين وثانيا للمواطنين، باش نقول لهم اننا نحن ندافع عن انفسنا ولكننا ندافع عنهم، لان الولوج للصحه هو اساسي جدا. واحنا كننتظروا واحد القفزه النوعيه اللي تديرها لا كوفيرتور جينيراليزي ديال اسيغونس مالادي. دونك خص المسؤولين يراجعوا هاد القرارات اللي هي قرارات انا في نظري وفي نظر الفيدراليه غير صائبه وغير منتجه. شنو اللي كيضركم فيها السيد؟ اللي كيضرنا فيها هو ان اولا احنا ما حتى شي واحد ما شاورنا، ثانيا ان الجباء هو غير دستوري الا جينا نخمو في الواقع ديالو، ثالثا ما تيمكنناش نديروا هاد التحملات الكبيرة مع الغلاء المعيشة وداك الشيء، هو ضرب للقوة الشرائية للمواطنين أولا. احنا هنا كذلك نطالب بإمكانية النقاش مع المسؤولين اللي ما كنلقاوهمش. كيخرج لنا واحد القانون مثلا اللي احنا اسيميلي كلينيك، معناها بحال لي كلينيك، اوغ ملي تمشي باش تصايب الدوسي ديالك باش تعمل اسيميلي كلينيك تلقى راسك في واحد المأزق، ما عندك كيفاش تزيد. كيطلبوا لك شي اوراق اللي هما ما يمكنش تحصل عليهم، كيطلبوا لك دي كونديسيون اللي ما يمكنش تدخل فيهم، وهذا كيضر بزاف منا اللي هما مضارين من هاد الحاله هذه، ولينا في واحد لو ستاتيو جوريديك اللي هو باتار، مانا بيرسون فيزيك، مانا اسيميلي كلينيك، ما نقدروا نوليو اسيميلي كلينيك. شنو اللي خصنا نديرو بالضبط؟ وما عندناش مع شكون نهضروا، حتى ملي يعطيونا لائحه من الاوراق المطلوبه، اللائحات ما همش نفس اللائحات في الدي ار سي وفي المينيستير دو لا سونتي. السكرتاريا جينيرال دو غوفرنمون يقول لنا هادشي ما كيخصكمش، منين نمشي
تمشيو للمصالح الجبائيه كيقولنا هذا الشيء كيخصكم. كاين واحد الفلو اللي احنا ما فاهمينوش، انا بيرسونيلمون ما فهمتوش، عندي 20 عام انستالي في السيكتور ليبرال، لحد هاد الساعه ما عرفت شنو المطلوب بالضبط وكيفاش يمكن لي ندخل في وسط منه. تفضل. باش نكمل، هي منظومه كامله الصحه اللي خصنا نكونوا فيها كلنا مسؤولين، اطباء مواطنين، خصنا ننجحوا هذه الورشه، هي ورشه كبيره، ما خصناش نكونوا في واحد الخصومات، في واحد العلاقات خصوميه، بالعكس هي ورشه ومؤسساتيه، ما خصناش يكون حنا في جهه، المواطنين في جهه، المسؤولين في جهه، حنا منظومه، المنظومه اللي خصها تشرف البلاد واللي ما خصهاش تضعف القوه الشرائيه ديالنا وتضعف الولوج ديال المواطنين للصحه. ومن هذا المنبر تنقول للمواطنين، نحن الاطباء دائما كنا ناس وطنيين، ملي تنشوفوا تنهضروا على الجباء راه تنهضروا على الجباء لصالحهم، تنديروا الجباء باش ما يكونش كايل على ظهورنا، تنديروا على الجباء باش نكونوا كمنظومه ناجح. حاليا نحن امام قبه البرلمان كمهن حره، مروضون، صيادله، اطباء، اطباء اسنان، مبصرون ومحاسبون معتمدون، كنوصلوا الصوت ديالنا للمستشارون خاصه اللي هما عندهم دابا مشروع قانون ماليه سنه 2023 من اجل المناقشه والتصويت، وكنقول لهم بانه مقتضيات مجحفه في حق المقاولات الصغرى، الى صوتوا عليها فهما كيثنيو على اقبار الطبقه الفقيره من المقاولات وتفقير الطبقة المتوسطة من المقاولات، لأنه في مواد جديدة اللي عدلوا بها قانون المالية تم مضاعفة الضرائب بالنسبة للمقاولات الصغرى من 10 إلى 20% وتخفيض الضرائب على المقاولات الكبرى، وهذا كيضرب في عمق الأسس الاجتماعية والدولة الأسس الاجتماعية اللي كتنادي بها الحكومة. حاليا حنا كنطالبوا أنهم يتراجعوا على هذا القرار، وأنهم يعيدوا النظر في مساعدة ديال المواطن البسيط لتمكين هذه المقاولات الصغرى من انها تحتفظ بمناصب الشغل ديالها وانها تبقى وتستمر الى حين ان شاء الله تحسن الوضعيه الاقتصاديه دوليا ووطنيا. اليوم نحن نقف امام قبه البرلمان نطالب بالعدول عن التعديل الذي جاء في مشروع قانون الماليه 2023 المتعلق ب الاقتطاع في المنبع لل 20%. لنعبر عن رفضنا له ونقول كفى استنزاف جيوب المواطن المغربي عبر الطبقة الوسطى للمهن الحرة. En fait, la retenue à la source des 20% connaîtra beaucoup de lacunes dans le but de récupérer le reste dû aux médecins dentistes. Nous savons très bien que l'administration marocaine ne donne jamais, elle prend sans donner. Nous sommes là pour refuser cette mesure et nous sommes pour l'application de la constitution marocaine que nous voyons plus juste et que cette loi est très injuste envers la classe moyenne et le citoyen marocain en général. الوقوف ديالنا اليوم هو كيجي بصدد الحيف الذي أصاب المهنيين قاطبة، وخروجه اليوم يدل على أن هناك احتقان اجتماعي الذي لا نحبذه أن يقع في المستقبل، حيث أن مشروع القانون لهذه السنة لسنة 2023 جاء بمواد مجحفة ومنها المادة 15 والمادة 45 الاقتطاع من المنبع. هذا الاقتطاع من المنبع الذي سوف يصبح على عبء الزبون أي المستهلك في حد ذاته. نرى أن القدرة الشرائية الآن هي في تزايد مرتفع، ويأتي قانون المالية ويكرس هذا المشروع زيادات أخرى على المستهلك، مما سوف يؤدي إلى احتقان المجتمع بأكمله. وإذا كان اليوم نرى جميع المهن الحرة تنديد بهذا المشروع، وهذه المهن هي التي لها علاقة مع الزبون ومع المستهلك، وكيف يعقل على أن الحكومة لم تراعي
الحالة الاجتماعية والمادية سواء للمهن الحرة وسواء للقدرة الشرائية بالنسبة للمواطن. نحن جئنا ندافع على حقوقنا المهنية أولا، ثانيا جئنا ندافع على المواطن المغربي، لأن الوضعية لا تبشر بالخير، ولهذا على الحكومة أن تراجع أوراقها.